صرحت الولايات المتحدة الأمريكية في جلسة لمجلس الأمن بشأن الوضع في الغوطة الشرقية مسودة مشروع قرار تطالب من خلالها بوقف إطلاق النار 30 يوما في الغوطة الشرقية ودمشق. وتحولت الجلسة إلى صراع بين واشنطن ولندن من جهة وموسكو من جهة أخرى، حيث شنت المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن نيكي هيلي هجوما على روسيا، مشيرة إلى أن موسكو وعدت بدعم الهدنة في الغوطة لكنها لم تفي بوعدها. ورفعت هيلي سقف المواجهة فحذرت من تحرك أمريكي ضد النظام السوري. في حال تقاعس مجلس الأمن عن اتخاذ إجراء بشأن سوريا، فإن واشنطن ما زالت مستعدة للتحرك إذا تعين ذلك، مثلما فعلت العام الماضي عندما أطلقت صواريخ على قاعدة جوية للحكومة السورية بسبب هجوم بالأسلحة الكيماوية أسفر عن سقوط قتلى. هذا ليس المسار الذي نفضله، لكنه مسار أوضحنا أننا سنمضي فيه ونحن مستعدون للمضي فيه مرة أخرى. روسيا تقوض الوقت من أجل نظام الأسد، وقد واصلت غاراتها على الغوطة الشرقية على الرغم من الهدنة، ولم يكن هناك أي إجلاء للمصابين منها. موسكو دعمت تبني القرار الدولي بشأن الهدنة في سوريا لتحسين الأوضاع الإنسانية، لكن القرار الدولي لم يتحدث عن وقف فوري لإطلاق النار، ونحن لن نسمح بأن تكون الغوطة ملاذا للإرهابيين. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس شدد بدوره على ضرورة العمل لوقف معاناة الشعب السوري والتوصل إلى حل ينهي الأزمة. أما فرنسا فطالبت روسيا بحقن الدماء في سوريا، فيما طالبت الكويت الحكومة السورية بالسماح للأمم المتحدة بدخول الغوطة الشرقية لإيصال المساعدات الإنسانية. ومع أن كلمات المندوبين الغربيين في جلسة مجلس الأمن طالبت روسيا بالضغط على الجيش السوري لوقف العمليات العسكرية في الغوطة الشرقية، لكنها لم تلوح بإجراءات عقابية موحدة في حال عدم الالتزام، لا سيما تجاه موسكو الذي ربط مندوبها في مجلس الأمن وقف النار في الغوطة بمواصلة الحرب على المجموعات الإرهابية الموجودة هناك وفي بقية أرجاء الأراضي السورية. وفي ظل اتهامات أمريكية وغربية بالتلويح برد قاس على النظام السوري في حال ثبت استخدامه أسلحة كيميائية في الغوطة، نقلت وكالات روسية عن ضابط في الجيش السوري أنه جرى العثور على ورشة عمل لمسلحين في الغوطة الشرقية تستخدم في إنتاج أسلحة كيميائية. وعلى الرغم من التباين في المواقف بين موسكو وواشنطن في شأن ما يجري في الميدان السوري، فإن عدم رسم أي من الطرفين لخط أحمر واضح للطرف آخر يشير إلى تفاهمات ضمنية. ولعل ما يجري في قطاع عفرين من تقاطعات روسية أمريكية تركية وإيرانية على حساب الأكراد توحي بأن الخطوط العريضة للاتفاق الروسي الأمريكي في شأن سوريا لا تزال قائمة.